مناسب لبعض الطلاب، وكان في طلاب ما شافوه مناسب، شافوه صعب، والعلامات ممكن إلهم كانت مش مراعية. طبيعة الأسئلة مباشرة صراحة، بس النقاط تبعت الأجوبة كانت كتيرة، يعني الواحد بده يركز وممكن ينسى نقاط تروح منها علامة أو علامتين. أنا الطالب أحمد أبو حصيرة، قدمنا اليوم امتحان تاريخ وكان الامتحان متوسط ويعني بده تفكيره شوية. أنا اسمي سالي البربني من مدرسة بشير الريس، قدمنا اليوم امتحان تاريخ، كان الامتحان مش سهل كتير ولا هو صعب، في أسئلة كانت مباشرة ومنيحة، بس في أسئلة كانت صعبة يعني بدها تركيز إنه عشان نجاوب، ويعني مشيت الحمد لله. أنا من الفرع الأدبي، اليوم كان علينا امتحان تاريخ، وكان اليوم من متوسط للصعب، وكان الامتحان طويل يعني، وإن شاء الله يجي على خير يعني ويراعونا فيه. من الفرع الأدبي، قدمت من اليوم امتحان تاريخ، كان الامتحان من متوسط لصعب، بس الحمد لله كله مباشر كان، بس في كل سؤال شوية تريك يعني، بس يعني بده لف ودوران، بس لما يفكر الواحد فيه بجيبه طبعا، يعني في كل سؤال فيه تريك، والامتحان مباشر متوسط كان الحمد لله. أنا الطالبة نور سليمان جندية من مدرسة أحمد شوقي الفرع الأدبي، قدمت امتحان تاريخ الحمد لله في متناول الجميع. اسمي بلال هبوش، الامتحان كان من متوسط لسهل، وطبعا اللي دارس بزبط فيه واللي مش دارس حظه.